تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مصادر تركية أن وحدات من الجيش التركي قامت بعمليات استطلاع واستكشاف داخل محافظة إدلب السورية تحضيرا لإدخال قوات أكبر، ومن المتوقع أن يقيم الجيش التركي العديد من نقاط المراقبة والتمركز في إدلب تطبيقا لاتفاق مناطق عدم الاشتباك. قالت حكومة إقليم كردستان اليوم الخميس إنها مستعدة لمناقشة النزاع بشأن المطارات والمراكز الحدودية الكردية مع الحكومة العراقية في بغداد. يأتي هذا بعد يوم من قول مصادر أمنية عراقية إن سلطات إقليم كردستان أغلقت الطريق البري الرابط بين مدينتي أربيل والموصل. طلب العضو بمجلس قضاء الحويجة أحمد خورشيد القوات المشتركة بإطلاق عمليات للتأكيد على تطهير المناطق التي تم تحريرها في القضاء جنوب غربي كركوك، وحذر خورشيد من اختباء أفراد تنظيم داعش في أنفاق تحت الأرض أو مناطق نائية لاستخدامها لشن هجمات على القوات المشتركة. تنظم فرنسا وبريطانيا الجمعة اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما، وأوضح مصدر دبلوماسي أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع في ولاية راخين في غرب بورما وأحوال اللاجئين وكيف يمكن للأسرة الدولية أن تساعد في تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية. أظهرت وثيقة يوم الأربعاء أن أجهزة استخبارات ألمانية حذرت الشركات في البلاد من أن إيران ما زالت تحاول التحايل على القيود على مبيعات من أجل برنامجها لتكنولوجيا الصواريخ. وذكر جهاز الأمن الداخلي الشركات الألمانية في الوثيقة بأن مبيعات تكنولوجيا معينة ما تزال غير قانونية على الرغم من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي. قتل 16 سجينا على الأقل داخل سجن في شمال المكسيك إثر حركة تمرد ومواجهات بين سجناء، ووقعت أعمال العنف هذه في سجن في ولاية نيوفو ليون، وهي ذات الولاية التي شهد فيها سجن آخر العام الماضي عراكا بين سجناء. أعلن مسؤولو مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحرائق المستعرة في شمال الولاية إلى 23 قتيل، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حالة الطوارئ الطبيعية في كاليفورنيا. تمكن فريق من العلماء من تطوير اختبار جيني قادر على تحديد احتمال تطور مرض سرطان الثدي بشكل دقيق، ويعتقد الباحثون أن الاختبار الجديد قادر على المساعدة في تقليل عدد النساء التي يضطرن للخضوع إلى عملية استئصال الثدي بنحو الثلث. نهاية الموجز، في أمان الله.